هنعمل مع بعض النهاردة صينية لحمة لذيذة جدا 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 بمكونات موجودة في البيت عندنا. الوصفة بتاعتنا علشان نعملها عايزين لحمة، انتوا بقى نقوا، يفضل طبعا اللحمة اللي فيها عظمة، لو مش موجودة اللحمة اللي موجودة عندكم بتنفع. علشان نعمل الوصفة دي عايزين لحمة، ودي طبعا زي ما انتوا شايفين اهي بالعظم. عايزين كمان بصلة او بصلتين لو مش كبيرة، يعني يا اما بصلة كبيرة يا اما بصلتين. عايزين تقريبا 5 فصوص ثوم، عايزين معلقة صغيرة بهارات، عود قرفة، ورق لورا، معلقة كبيرة سمنة، بابريكا، وعايزين ليمونة مقطعة صغير، 1 فلفل حراق، 1 فلفل اخضر، وعايزين طماطم. هنشوف ده هنعمل ايه بيها، وملح وفلفل. طيب اول حاجة هنعملها، انا ممكن احط اللحمه كده زي ما هي على طول في الفرن واحمرها بعد في الاخر، بس انا بحب برضو قبل ما ادخلها احمرها. فهنشوف مع بعض دلوقتي هنعمل فيها ايه. اول حاجه عملتها حطيت السمنه على النار. دلوقتي عايزين الاتي، خلي ده جنبنا، ده اللي هنحط فيه اللحمه. ناخد بقى دلوقتي اللحمة بتاعتنا وهنحمرها بس من الناحيتين كده شوية، بتبقى كتير الطعم كتير بيفرق عن ما لما بنحطها وهي مش متحمرة. يعني انا بحبها متحمرة اكتر. انتوا مش عايزين تحطوها متحمرة اكتر، يبقى اعملوا الخطوات اللي جاية كلها من غير حتة التحمير دي. طيب هناخد اللحمة بتاعتنا نحطها كده، هنحمرها. على ما تتحمر اللحمة بتاعتنا انا هاخد الحاجات دي هقسمها، عندنا هنا عود القرفة وورق اللورة والليمون المتقطع صغير، الليمونة المتقطعة صغير دي ليمونة كبيرة متقطعة صغير، هخليهم على جنب. بقية الحاجات هاخدهم هضربهم في الكبة. فعندنا هنا البصل، زي ما قلنا يا بصلة كبيرة يا إما بصلتين وسط. هناخد معاهم الثوم، خلينا نضرب دول الأول وبعدين نرجع تاني. على حسب ما انتوا بتحبوا قد ايه، انا بقول نص واحدة كفاية. هناخد الطماطم اللي عندنا برضو ونحطها، اللي اتعلمته في الأكاديمية اللي درست فيها أنا إن هو، وده هو حاجة معروفة يعني، إن هو لو الطبق النهائي هو اللي هقدمه لازم ألبس جلافز، لو الطبق اللي بعمله هيدخل لسه على النار بقدر إن أنا أستعمل فيه إيديا عادي يعني. بس زي ما قلت لكم أنا بحب أستعمل الجلافزات على التلفزيون في البرنامج، بس في البيت ما بستعملوش كتير الصراحة إلا لو ماسكة فراخ أو لحمة. هحط بقى هنا شوية ملح وشوية فلفل ونحط البهارات ونخلط الكلام ده كله مع بعضه. قبل ما اكمل خلط هاخد دلوقتي القرفة اللي عندي واحطها هنا مع ورق اللورة، وهحط معاهم الليمون اللي بقشره هحطه يتحمر مع اللحمة. شايفين ما حطيتوش يتهرس عشان انا عايزه طعمه يفضل موجود، بيبقى طعمه لطيف جدا لما بيتاكل مش لما بيتهرس بس، فانا عايزاه يتحمر مع اللحمه بتاعتنا. هناخد اللحمه بتاعتنا نحطها كده هنا، ونحطها على اللحمة بتاعتنا. فوق
الفويل شويه صغنن، ف لازم اقفلها مرتين كده اضمن حاجه. يلا زي ما اتفقنا اللحمه بقى اللي عندنا، خلينا ناخدها كده. طعمها رائع يا جماعه، كتير الصوص رهيبه، تغميس بقى كده ولا ألذ من كده. شايفين ده؟ يعني ممكن نقدمه في طبق جانبي، ممكن نحطها برضه، نحط شويه مع الصوص مع اللحمه.